طوله 188 وانطلاقه سريعه لدياني والمنافسه مع كامل والكره تعلن عن هدف لدياني. دياني يسجل لصالح الاماراتيين وهذا ايضا يثبت نظريه اهم الدقائق بعد الاهداف لكفوا عليه والاهلي بعد هدفه قلص النصر الاماراتي النتيجه عن طريق دياني والذي احترف في باريس سان جيرمان وفي ستراسبورغ الفرنسيين وفي الغراف القطري او في الرياض القطري ويقلص الفارق من 2-0 الى 2-1. مهمه الاوقات بعد التسجيل لك او عليك ان تحفظ توازنك. وتحدثنا عن دياني انه غالبا ما يكسب في النزالات الفرديه، هذا ما حصل الان في منافسته مع كامل. سجل، يا سلام على شوف اللمح، كرة جاءت له بعيدة عن منطقة الخطورة في المرمى وحولها إلى أقرب نقطة للمرمى وترك المدافع على ظهره، وبالتالي قلص دياري الفارق إلى هدف من هدفين.